الاسعار السنه دي تبدا من 10 جنيه عشان ما تستعجبوش يعني ضد الغلاء، من 10 ل 20 ل 25 ل 30 لاكبر حاجه 65. كل اللي موجود عند حضرتك منتج مصري؟ مصري. ايه السبب اللي خلاكم تدفعكم تعملوا منتجات مصريه؟ لا احنا بقى لنا اكتر من 5 6 سنين مصر على طول بنضرب الصين يعني. هل الفكره دي السنه دي مع تعويم الجنيه فادتكم قوي؟ لا، غلت القماش. القماش التجار غلوا القماش جامد، بس احنا ماسكين على الاسعار بتاعت السنه اللي فاتت. في متناول الجميع يعني، واحد غلبان عايز فانوس ب 10 جنيه في فانوس ب 10 جنيه، عايز ب 20 في فانوس ب 20. بتلاقي في اقبال على المنتجات المصريه اكتر ولا الصيني الاشكال؟ لا المصري، المصري بقاله 5 سنين كده، المصري شغال حلو قوي قوي يعني. ما بلاقيش حد بيطلب منك لا انا عايز اللي هو الصيني اللي لا قليل او 1% بيطلب الصيني. طب كل اللي بقى تتوقع الاقبال السنه دي بعد ارتفاع الاسعار في كل حاجه، تتوقع السنه دي هيبقى الاقبال عامل ازاي؟ فوق المتوسط، مش هقول لك يعني 100%، لا فوق المتوسط. من ابرز الاشكال السنه دي اللي الاشكال هي اللي انتوا شايفينها دي وبجي وطمطم. احنا مساكين برضه ضد الغلاء. بتعمل ازاي؟ بتعملوها ازاي؟ سلك 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 وبيتعمل وبيتقفل قماش بالفرنشا، حاجه عاديه جدا. كلنا الخامات كده اللي مستخدمه سلك وقماش وفرنشا بس. اسعارها كام الخامات دي؟ لا ما تحسبي تبقى غاليه. الطوب النهارده ب 400 جنيه. في ممكن اسره تيجي تشتري من عندك القماش والسلك وتعمل في ناس كتير، بس انا ما عنديش سلك. في ناس بتشتري القماش وتيجي تاخد السلك ويعملوا في البيت. بقت حاجه سهله النهارده.